سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درنا وصفتان بزاف بنان وبزاف سهلين وبريزونطابل، حتى لو كانت تقدميهم لضيافك راح تتبهي بهم. ونقول لكم حبيباتي نشكركم بزاف اللي انا قريب نوصلوا لألف ابوني، يعطيكم الصحة. نقول لكم التدعيم تاعكم راهو هو اللي راهو يكوراجي فيا باش نبدلكم احلى الوصفات واحلى واش عندي. هنا حبيباتي درنا لاسوب بالخضرة بزاف بنينة وبزاف خفيفة ومغذية، ودرنا بطاطا كوشة بليكاي ولا السمان، كل واحد وش يقول له. دوزوا معنا الوصفة باش تعرفوا كامل المقادير. انا جبت كاع الخضرة، القرعة الزرقية، الطوماطيش، الكابوية، البسباس، الثوم، واش عندك خضرة حطي. انا درت كاع الخضرة تاع الموسم، وسورتو الخضرة كي تكون جديدة راح تجي بزاف بنينة. ودرت البلون دو بولي، زديرة تاع الدجاج اللي راح نرحيها معاها. قطعت كامل الخضرة، ديري قطعي عشوائي وروحي واش عندك كلش في الكوكوطة ولا في مرميطة. هاد الحساء يجي بزاف بنين، سورتو في البرد ولا المعدة تانيك تحبي تريحي المعدة تاعك بالخضرة، ينحي لي غاز اللي عنده الكولون بلو ستريس ينحي. هاد الوصفة بزاف هايلة، سورتو كي تحطي لها الأعشاب، الحشيشة، المعدنوس، سورتو المعدنوس اكو على بالكم لي فيتامين اللي فيه. درت لها شويه ملح، شويه تاع فلفل الكحل باش ما تجينا الشنطه، وشويه راس الحانوت، والزيت، وتمرقي وتحطي فوق النار، يعني ما فيها حتى اشكال. هنا درت لها الكرافس والحشيشه والمعدنوس ولا الدبشه ولا كل واحد واش يقول لها، الحشاوش اللي يقدر ما من الزعتره، وشنو الزعتره ما تحطوش الغصن تاعها باش ما يجيكمش لاسوب مره. الرند واش عندك حطي هكذا. ودرت مرقت بارد في بارد ولا تحبي ديري ماء سخون، وهذه الحشيشه. وهكا راح نغلق الكوكوطه وراح نروحوا للطابق الثاني. هام ليك هذوك المساكن الدجاجات الصغيورين اللي راح نديروهم في لاماريناد ونحشيوهم من الداخل باش نحطوهم في الفوق. دوكا هاد لا ريسيبيون حطيت فيه انا مغرفه تاع زبده، هذه اللي راكم تشوفوا فيها، ودرت كميه من الزيت. انا جاوني الضياف صافي وجدت هذا البلا، جاو الضياف وجابوا معاهم ليكاي باش نطيبوهم نتعشاو بهم. درت لهم مغرفه كبيره تاع لا موطارد، لا موطارد الخردل هدايا، ولي زيبيس. انا ما درتش بزاف، ما درت لهاش الكمون، ما درت لهاش بزاف هذا الملح. درت لها فلفل العكري وفلفل الكحل وراس الحانوت. وهنا درت لها باطا تاع اللي عنده ياغورت ناتشور يدير، اللي ما عندوش يدير هذه الباطا تاع البيتي سويس هكذا. هذه راح تساعدها بزاف على الطراوه، يجي الدجاج طري اسمه ما ينشفش الفوق هكذا. ومن بعدها نخلط كامل لا مارينات تاعنا. واللي يكون عنده الوقت بيان سور يدير هاد لا ماريناد ويدير لهم كامل الدجاج ويحطهم في الفريجيداريبات ولا اماز والسوايع على حسب الوقت تاعك، خير وخير يجو بنان. اصلا هاد لي كاي هما بزاف البنان، حاجه اللي فيها العظم تلقايها دائما بنينه باسكو البنه قاعدك في العظم.
مهم درت لهم كامل، ومن بعد راح ندير لهم لافاغس تاعهم اللي راح نديرها بلو دان داشي بالصدر تاع الداند ولا تاع الدجاج مرحي. درت لها الفلفل الكحل وشويه تاع ثوم وراس الحانوت والملح. ومن بعد نخلط لافاغس، هذا اختياري انا كي كانوا عندي ضياف شغل لازم ندير لهم باسكو امبوسيبل راح يكفينا هكذاك. زدت لها شويه لافاغس تاع هاد دانداشي ونحشيها لداخل. سماح نديرهم فارسي هامليك، بعد ما درت لهم لا مارينات راح نحشيهم لداخل شويه كميه صغيره لوحيها هكذا. ها عمريهم وخلاص، ما ديري لها لا بيض لا شابلوغ لا والو خاطرش حتشد روحها وما تخافيهاش يديكاجي هذاك الحشو ولا يقعد هكذا كي طيب طيب هكذا، يا ما تخافيها ما والو هذا ما كان. ومن بعد قعدت لي شويه هذيك لا مارينات، درت لها كاس تاع الماء ومغرفه تاع طوماطيش فتحتها هكذا باسكو فيها كامل لي زيبيس فيها الملح فيها كلش. وقشرت البطاطا درتها في البلاطو نحطوها بلا طياب ما طيبيها ما والو. ومن بعد ديري لها درت لها انا وريقه تاع الرد تحتها، ومن بعد الزعتره ندير غير هذوك الاقصان الرقاق ما نديرش هذاك العود الخشين هذاك اللي يطلق المغريه. هذه راح اعطيها بالنهيله والثوم قطعت الحبه على زوج هكذا ديريها تحتها. ومن بعد نحطوا لي كايت تاعنا فوق البطاطا شوفوا كاش بلاطو لي يكون شويه غامق باش يرفد لك كلش هكذا. ومن بعد اللي حبيتي دير طوماطيش تحب دير الفلفل واش حبيتي ديري ديري. انا قطعت الطوماطيش لي غوندال بالزيت طلقنا شويه الماء باسكو البطاطا على بالكم بلي كرا ماهيش طايبه اون بلوس كي طيب تشرب الماء تاعها. درت شويه تاع طوماطيش ومن بعد نسقي هذيك لاصوص حطي هذيك لاصوص فوقها. اصلا الدجاج يطلق الماء والطوماطيش تطلق الماء يسمى تسقي غير شويه شويه وهي راح تطيب طيب في ماها هكذا. حتى تقريب البطاطا تتغطى بالماء هذيك لاصوص هكذا. ومن بعد لا فابور هي طيبها. نجيبو بابي اكويسون نغطيو قبل بالبابي اكويسون ومن بعد نزيدو بابي الومنيوم باش لا فابور تقعد لداخل ويطيب لنا هذوك لي كاي يطيب البطاطا يطيب كلش. نخلوها مده ساعه كامله في الفرن ومن بعد نحيت لها هذاك البابي من الفوق وراهي وجدت وتحمرت وشربت لاصوص تاعها جات الله الله. وهاوليك لي كاي طابو وهذيك البطاطا ثاني طابت مع شويه لاصوص خليت لها باسكو البطاطا اي تشرب راهو كلش سخون دوكا مادام رانا في البرد نبروفيتيو الحاجه السخونه اللي نستبنوها هكذا. ونزيدو لها شويه زيتون اختياري
وحاجه تاع المحمر ولا دائما نديكوريوها بالبصل والمعدنوس، تعطيها واحد الريحه تاع البصل والمعدنوس. سورتو هاد البصله الخضراء تاع هاد الوقت بزاف تجي بنينه، سورتو في المحمر والقليان حاجه واحده اخرى. وهنا نزيد نوريكم لا سوب بعد ما طابت. رحيتها بالبغا نورمال ودبت لها نص مغرفه تاع الزبده، ورحيتها مليح حتى ولات كيما راكم وكيما راكم تشوفوا. هذه هي لا سوب تاعنا، وهذاك هو دوزيام بلا البطاطا كوشا بلي كاي في الفوق. حبيباتي تشاهدكم في الجنه، وان شاء الله يعجبكم لا فيديو ويعجبكم الوصفات. وصدقوني الوصفات كلها راهي ناجحه، ما كاش وصفه مديتها لكم ماشي ناجحه. ان شاء الله تعجبكم الفيديو، نقولكم في امان الله. سلام.